بدوره أعرب رئيس مجلس إدارة ملتقى العلاقات العامة الفلسطيني والدبلوماسية الشعبية عبد المنعم زهدة في تصريح لايف عن رفضه القرار الأمريكي بشأن القدس، كاشفا عن تأسيس شبكة علاقات عامة عربية للدفاع عن عروبة فلسطين. القدس عربية وإسلامية وفلسطينية بالأصل، ويعني نرفض أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل. القدس هي عاصمة لفلسطين، وفي مجال العلاقات العامة والإعلام يعني نحن الآن في صدد تأسيس شبكة علاقات عامة عربية ستنبثق عن هذا المؤتمر إن شاء الله يعني بعد غد إن شاء الله، وأعتقد أن هذه الشبكة إن شاء الله سيكون لها دور أيضا كبير جدا في الدفاع عن فلسطين وعن القدس أيضا والدفاع عن كل القضايا العربية. نحن نعاني من يعني أكبر وأطول احتلال إسرائيلي موجود على أرض فلسطين، يعني هو أيضا البلد الوحيد اللي ما زالت محتلة هي فلسطين تقريبا، وفلسطين الآن تهود يعني بمعنى أن المدن والقرى والمخيمات تجري يعني بمجال التهويد. وأعتقد بعد يعني 20 سنة من اتفاق أوسلو يعني أنا الأوان أن يعني تنفض السلطة الوطنية الفلسطينية يدها من هذا الاتفاق، لأنه اتفاق يعني مع الأسف بعد 20 سنة من المفاوضات مع الإسرائيليين، والإسرائيليين أصلا يعني لا يمكن أن يقدموا لفلسطين يعني أي شيء مستحيل، وبالتالي لا بكلمة طيبة ولا بغير كلمة طيبة الحوار يعني لم يعد مفيد مع الجانب الإسرائيلي.